السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم إن شاء الله بنسوي لكم بانكيك بالخضرة أو قرص طابي. المقادير سهلة ومتوفر في كل بيت. نحط كوب طحين، بنضيف عليه ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وملعقة صغيرة من البابريكا ومن الفلفل الأسود، ونص ملعقة صغيرة من الملح. نخلطهم نحط كوبين من الحليب بيضتين نضيف خلطة الطحين ونخلطهم نضيف نص كوب من الكزبرة نص كوب من البصل ونص كوب من جبنة الفتة نغطيه ونخليه لمدة ربع ساعة. نحط الطابي على نار متوسطة ونرشه بالزيت. نصب الخلطة. نخبز لما لونه يصير ذهبي، نرفع من على النار ونلفه وهو دافي، شكرا لمتابعتكم وأتمنى تكتبون لي تعليقاتكم ولا تنسون تشاركون في قناتي. مع السلامة.